السلام عليكم أبنائي طلاب 205. هام أحب في البداية أتشكر من زميلكم خلف، وإجابة نموذجية طبعا صحيحة، لكن عنده يخون أحيانا التعبير أو في بعض الرسومات ودي أعلق عليها، ولكن جزاه الله خير أولا وأخيرا على المحاولة والاجتهاد. خليني أشرح لكم مسألة 7-11 ملاحظاتي عليه. طبعا الرسمة مذكور فيها الفولتد سورس 20 يو أوف ماينس تي. يو اوف ماينس تي هذه تكون ستيب فانكشن شرحناها، عادة لما يكون يو اوف تي تكون من الزيرو الى ما لا نهاية بقيمة 20 فولت. هذه يو اوف ماينس تي تكون معكوسة، لان الماينس تي يقلب الكيرف في الجهة الاخرى، يصير كأنها 20 فولت من ناقص ما لا نهاية الى صفر، ومن صفر تصير زيرو. فكأنها زي السويتش، كأنها مفتاح، كان الفولت 20 فولت من ناقص ما لا نهاية حتى صفر، وبعدين صار زيرو. زيرو معناته الفولت سورس زيرو، معناته يكون شورت سيركت. فلما نجي نرسمها قبل الزيرو يكون عندي 20 فولت. هو ذكر انه هنا ما في كرنت، صحيح اوبن الكرنت زيرو، بس ما معناته انه ما في شحن، لا في شحن، ولا يشحن المكثف ب 20 فولت دايركت، لان الدروب اللي هنا فرق الجهد لما يكون التيار زيرو هنا المقاومه يكون صفر، صفر في 5 صفر، فالفولت 20 تنتقل مباشره على المكثف 20 فولت، فمن هنا جت ليش الفي عند الزيرو 20 فولت. بالنسبه للرسمه بعد الزيرو، هو هنا ذكر انها بارلل وهو صحيح، بس الرسمه كان هنا يحط شورت سيركت. مفروض الكرنت سورس هذا لما تجي تخليها في لا اله الا الله اعلى من الزيرو وتبي تحسب الار ثيفنن، لازم تخليه اوبن اوبن زي كذا، معناته بهالحاله. والمكثف هنا تفترضه ايضا اوبن، فيصير العشرة اوم مع الخمسة اوم مشتركين بنقطتين، واحده من فوق واحده من هنا من تحت، تصير بارلل. فهو رسمها بس هنا حط شورت، وهذا المفروض يحط هنا اوبن لانه كرنت سورس هذا، فتطلع هو قالها خمسة برل مع العشرة، لكن لو احط شورت هنا بالرسمه حقته كانت تكنسل العشرة ويصير كانها خمسة، لكن الصحيح ان هنا اوبن لانه كرنت سورس، فيصير عندي ار ثيفنن هي خمسة برل مع العشرة. طبعا يوم جاء ايضا يحسب لا اله الا الله الفولتج عند السي عند ما لا نهايه، المفروض الفولتج عند السي يا يحسب الفولت اللي على العشرة يا يحسب الفولت اللي على الخمسة، لان هذا هنا شورت، فهو حسب على الخمسة، فالمفروض تحسب تيار الخمسة اللي هو 3 امبير ضرب 10 على مجموعهم، بعدين تضرب في 5 اوم يطلع لك 10 فولت، وهو صحيح حسبها صح. باقي عندما ذكر اي اوف تي عند الدالة عامة، المفروض ما يقول في عند ما نهاية، المفروض يقول ماينس في عند تي بشكل عام على 5 اوم، لانه يعني انت لما تحسب الفولتج هنا وتبغى التيار اللي على الخمسه، طبعا التيار معكوس لو تلاحظون بالرسم، كان التيار هو فرضه بهذا الاتجاه، والفولتج هنا لما بلس ماينس بلس راح يكون التيار بعكس، فيكون بالناقص، فالمفروض يطلع انه ناقص في اوف تي على خمسه، اللي تطلع تقريبا ماينس 2 في المعادله يعني اللي حطها، فهو صحيح. هذه ملاحظاتي والله يوفقكم.